Good afternoon. I'm Sarit Zahavi from the Alma Center here at the Israeli-Lebanese border. While Hezbollah's flags are behind me, I wanted to discuss today Nasrallah's interview for the annual anniversary for the Second Lebanese War. هاي فلسطين محتلة. الكيان الغاصب لأرض فلسطين التي يسمونها الآن إسرائيل. الأبيض هون الضفة الغربية. هون عنا الشمال هاي الجولان. طبعا نحن الجولان بضل عنا سوري عربي يعني ما بيصير جزء من الكيان. هذا الشمال هذا جنوب. المساحة الأكبر هي جنوب. جنوب فلسطين المحتلة. جنوب بالأعم الأغلب هون عنا بير السبع هون عنا إيلات والباقي ما في شيء مهم يعني مدن صغيرة تجمعات استيطانية المقاومة تستطيع أن تستهدف كامل هذه الجغرافيا حتى إيلات الذي كنا نقول ما بعد حيفا يعني تل أبيب ألا منقول ما بعد تل أبيب وما بعد إيلات يعني إذا عندهم شيء بعد إيلات كمان نحن منطاله إن شاء الله طيب خلي جنوب على جنب بدنا نريح حالنا يا خي من الجنوب الشمال كله في دائرة نيراننا من وين ما كان من أي بقعة في لبنان نحن نستطيع هذا الشمال وقد ما بدهم زمن وكل المعلومات عن كل الأهداف هون العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية والصناعية و و و و كل هذا موجود هون لكن النقطة الأهم اللي بدي أحكيها هي هذا الشريط الساحلي بشوف أنا حابب أقدم هذا الشيء للرأي العام ليعرفوا قديش إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت طيب إذا أخذنا هذا الشريط الساحلي شوف من هون لهون بهالخريطة الكبيرة يعني جزء الأصغر من مجمل الكيان ننقلها لهون هذا المستطيل إذا بلشنا فيه من فوق نتانيا يعني من أول نتانيا ونزلنا فيه لآخر أشدود طيب الطول 60 إلى 70 كيلومتر في محلات العرض فيه قديش 14 كيلومتر نقول من نتانيا لأشدود وعملنا شريط وهذا نحن عاملينه هذا مش عم بعرضه بس على التلفزيون هذا عنا بغرفة العمليات موجود أولا جزء كبير من المستوطنين الإسرائيليين موجود وين؟ بهالمحل. موجود بقلب هذا المستطيل كل مراكز الدولة الأساسية حكومة مكاتب وزارات الحكومية وزارة الحرب قيادة الجيش رئاسة الأركان مطار بن غوريون دولي مطارات داخلية قواعد سلاح الجو منشآت عسكرية تحوي أسلحة غير تقليدية عندهم هون مصانع بتروكيميائيات عندهم مصانع نووي بهذا ميناءي تل أبيب وأسدود مراكز الصناعات العسكرية تجمعات الصناعات المدنية المراكز التجارية رئيسية مراكز المالية رئيسية بورصة إسرائيل محطات إنتاج الكهرباء المركزية محطات تحويل الكهرباء الرئيسية محطات استقبال وضخ الغاز محطات معالجة وتحلية المياه 90% موجودين هون مصافي تكرير النفط حاويات النفط كله وين بهالمنطقة طيب ماذا يعني ذلك تصور انت اذا في مقاومة عندها قدرة صاروخية مثلا الاف عشرات الالاف فلا ما بدي اعطي ارقام دقيقة وكلها بتقدر تطال هاي المنطقة ونحن مش مضطرين نوزع نبعث صواريخنا على جنوب فلسطين ولا على اي اماكن اخرى يتكفل بالشمال نوع من الصواريخ بقيت الصواريخ بدل ما نستنفدها بالشمال بنروح فيها على هذا الشريط الساحلي هل يستطيع الكيان ان يصمد ان يتحمل هون العصر الحجري مين بده يرجع الثاني عموني انا بيوم الايام لما كنت عم بخطب وقلت نحن بدنا نملك سلاحا نوويا صار الناس يضحكوا بالمجمع قلت له والله ما عم بمزح خمنوني عم بمزح قلت لهم يتكون من خزانات الأمونيا في حيفا وصاروخ واحد أو صاروخين طيب خلال 13 عاما
نمو في القدرة البشرية. نمو القدرة البشرية كان كبيرا جدا ولا يقاس يعني بأي مرحلة سابقة. تضاعفت الأعداد بأضعاف مضاعفة يعني. طيب وإيجاد من خلال البناء ومن خلال الميدان أيضا وما حصل في سوريا قدرة هجومية بشرية. اليوم نحن لدينا قوة هجومية على مستوى المشاة يعني ما يسمى بالقوات البرية مثلا ومسلحة بأسلحة نوعية وممتازة على كل صعيد التعبئة العامة الموجودة عندنا والوحدات العسكرية عندنا قوة الرضوان وعندنا أفواج العباس ولا أعدادهم أيضا أعداد كبيرة ومتفرغون ومتخصصون في القتال الهجومي ولديهم تجربة عالية في العمل الهجومي هذا ما كان موجود بال 2006 طيب تطور القدرة الصاروخية قدرات صاروخية لدى المقاومة عددا كمية أصلا لا تقاس بما كان عليه بال 2006 ونوعا وهو السلاح الدقيق أو الصواريخ الدقيقة اللي عامل هاجس للإسرائيلي والأمريكان جاي بده يساعدهم بهذا الموضوع أيضا في قوة المسيرات لأنه اليوم هي إلى حسابات كبيرة بأي معادلة بأي مواجهة من يعني سيصلي في المسجد الأقصى في القدس سمحتك أم أولادك أم أحفادك أنا رأيي بحسب المنطق والزمن وتطور الأحداث في المنطقة وفي العالم أنا من الذين يملكون أملا كبيرا جدا أن أصلي أنا في القدس إسرائيل قائمة فقط بالحماية الأمريكية والدعم الأمريكي وحتى أمريكا إذا توفرت إرادة مقاومة وجهوزية مقاومة هي لا تستطيع أن تأتي من وراء المحيطات والبحار لتدافع عن كيان لا يملك القوة With Jerusalem behind me, it is important for me to clarify that in this interview, Nasrallah actually highlights his intentions and his Iranian boss intentions to destroy the state of Israel. The fact that Nasrallah presented a map with strategical and civilian targets in Israel means that on his way to pray here in Jerusalem, he will actually attack these targets. I'm Sarit Zahavi, the head of Alma Center from Jerusalem.